السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوتي. اليوم جيت نشارك معكم واحد التحليه اللي كتجي صراحه رائعه وكتجي حتى في المذاق بنينه اللي جد سهله ما كتديش حتى الوقت. كنحتاجوا فقط لسطر ديال الحليب، كنحتاجوا جوج دقلان يعني اي نوع دقل اللي عندكم كيتواجد في البيت، كنحتاجوا جوج معالق ديال الكاكاو المر، كنحتاجوا جوج معالق ديال الميزينا، جوج معالق السكر، كنحتاجوا الشوكولا اي نوع ديال الشوكولا يكون عندكم اسود، كنحتاجوا واحد معلقه كبيره ديال الزبده، كنحتاجوا غاييتاس يعني اي نوع ديال البسكويت، كنحتاجوا ثلاثه ديال الموزات يعني. وكنعملوا واحد كنجيبوا واحد الطاوه بحال هذه وكنجيبوا السولوفان وكنحاولوا ما امكن هاد تكون غنلفوا به الطاوه ديالنا بهذه الطريقه. بسم الله على بركه كنقشرو الموز ديالنا، كنقطعوه على هذا الشكل هذا، بعد اخوتي ما وزعت الموز ديالي بهذه الطريقه هذه كنخليوه على جانب، كنجيبو هنايا لسطر الحليب كنضيفو عليه جوج كاسيات دفلون، كنضيف عليه جوج معالق كاكاو المر، بعد عليه كنضيف عليه جوج معالق الميزينا ديال النشا الذرة، بعد كنضيف عليه جوج معالق كبار ديال السكر، بعد كنخلطوا هذا الخليط كامل مع بعضياتو، وهذا ما كنخليهم الشوكولات والزبده على جنب حتى الاخر عاد كنحتاجهم وكنعملوهم على النار يطيبوا. بعد ما عملنا على البوطه كنبقاو كنحركوا باش ما تصحناش الخليط ديالنا بهذه الطريقه، بعد ما كنحسوا بالخليط ديالنا بدا كيتقل كنضيفوا عليه الزبده، مع التحريك بعد كنضيفوا عليه الشوكولاته، بهذه الطريقة حتى كتذوب الصودا والشوكولات ساعة كنطفيولو. حتى كنحسو بالخليط ديالنا تقال وكنطفيولو البوطا وكنخليوه يبرد شوية، عاد كنجيو نخويوه على الخليط ديالنا.
نركبها نخلطه بهذه الطريقة باش يبرد لنا. بعد كنخلوه في الإناء ديالنا حتى كنحسو به برد. دابا نخليوه يبرد شوية. بعد ما حسينا بالخليط ديالنا برد دابا غادي نخويو في الإناء. بهاد الطريقة كنحاولو نوزعوه. كنبقاو نوزعو بهاد الطريقة البسكوي ديالنا. نحاول نضغط عليه دابا ندخلوه النيبيرة باش يبرد التلاجة. هنا خوتي وصلنا لنهاية الفيديو. هم بعد ما قطعتها الصراحة غير خلوها في الثلاجة تزري تشبع الفراسة حتى تبرد مزيان على الأقل جوج سوايع ولا أكثر. يلا خوتي نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله يا ربي. كنتمنى تدعموا القناة ديالي وكنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.